السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. معدن النحاس، سبحان الله، معدن النحاس له قيمة كبيرة. معدن النحاس يستعمل في مختلف الصناعات، ثروة للبشر، لبني الإنسان، معدن لا غنى عنه. هنا سؤال لكم إن شاء الله تعالى، حاولوا أن تجيبوا عليه في التعليقات. هذا المهرز، لماذا هذه الأشكال، هذه الحروف أو الآذان، آذان المهرز بهذا الشكل؟ هل تشبه شكلا تعرفونه أو سبق لكم من رأيتموه؟ ولماذا هي في الأصل هكذا؟ حاولوا أن تخمنوا، فوراءها سر.